بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله آه إذا إخواني التلاميذ غادي نشوفو إن شاء الله ابتداء من هذه الحصة آه الدرس ديال لي زابليكاسيون اللي هو درس عندكم مهم بزاف في شعبة العلوم الرياضية آه غادي نحتاجوا فقرات منه في بعض الدروس في هذا العام ولكن غادي نحتاجهم بشكل أهم في السنة الثانية بكالوريا بإذن الله آه خلال الدرس غادي تشوفوا بأن العدد ديال لي ديفينيسيون اللي غادي نشوفوا كبر من العدد ديال لي بروبوزيسيون هذا كيعني بأنه كاين دي نوسيون اللي هما جداد واللي مطابق الحال خصنا نستوعبوهم ونضبطوهم بشكل جيد بالنسبه لي بروبوزيسيون غادي نشوفوهم ان شاء الله ونشوفو لي ديمونستراسيون عليهم وبهذوك لي ديمونستراسيون بلي زيكزامبل اللي, اللي غنطرقو لهم غادي نكونو ان شاء الله مستعدين باش اننا نبقاو نخدمو لي زيكزيرسيس وندربو عليهم بشكل مطلوب طيب هذا الدرس ديال لي زابليكاسيون كيجي بطبيعه الحال من بعد الدرس ديال لي زونسومبل وهادشي علاش غادي يكون مرتبط به درتو في البدايه بمعنى الامر الاساسي اللي غادي نهتموا به الان وهو يعني هذاك لو باساج هذوك لي غولاسيون لي كيسمحوا لينا بلو باساج دان اونصومبل فيغ ان اوتر بمعنى عندي ان اونصومبل مثلا نسميه او دونك نحاول نكتب هنايا اونصومبل او اي ان اونصومبل اف لونصومبل او في لا ريبريزونطاسيون ديالو غادي نستعملو هاد الطريقه هذه دونك غادي نمثل لونسومبل او بهذا الخط اللي هو يعني مغلق بهذا الشكل لي زيليمون دو لونسومبل او غادي نمثلهم اما بار دي بوين لا بهذا الرمز هذا كروا دونك هادو تنقصدو بهم دي زيليمون دو لونسومبل او كذلك عندي ان لونسومبل اف غادي نمثلو تا بنفس الطريقه لي زيليمون دو اف نمثلوهم تا هما بهذا الشكل هذا واحد الملاحظه غادي نقولها ملي كنتكلمو على دي زونسومبل او e, اي اف وكنمثلو بهذا الشكل فما يجيش في بالك ان دوك لي زيليمون يعني من لو من لو ميم تيب من نفس النوع بمعنى الا كانوا هادو دي نومبر غيال حتى هادو غيكونوا دي نومبر غيال لا ماشي بالضروره يقدروا يكون هادو مثلا دي نومبر غيال مثلا بينما لي زيليمون دو لونسومبل اف يقدروا يكونوا دي فيكتور يقدروا يكونوا دي بوين من من, من, من لو بلون يقدروا يكونوا شي حاجه هكذا مفهوم اذا ماشي بالضروري ماشي بحال الدرس اللي سبق الدرس اللي سبق كنا كنقولوا لونسومبل ا اي تانكلي دون لونسومبل او اذا راه عندهم دي زيليمون اللي هما مشتركين اذا تمشي في بالك المساله دابا هنا ماشي بالضروره صافي اذا قلنا غادي نهتموا بهذوك لي غولاسيون اللي كيسمحوا لينا بلو باساج دان لونسومبل ا ان نوتر شنو كنقصد الباساج من مجموعه الاخرى يعني المرور من مجموعه الى اخرى مرور هو ان كل عنصر من المجموعه او غادي نربطوه بعنصر من المجموعه اف بكل بساطه بحال دابا لك مثلا هذا عدد هذا خمسة مثلا ياك وهنا عندك نقط من المستوى صافي هذه نقطه سميتها ا غادي نقول لك عندي اون غولاسيون اللي كتربط لي العدد خمسة مع النقطه ا شنو كيشكل الخمسة بالنسبة لأ ما تيهمنيش المهم لاغولاسيون هي اللي كتحدد الطبيعة ديال لاغولاسيون مفهوم عندك هنا مثلا زيرو كتربطها مع النقطة سي وهكذا دونك ليماج كنعبرو عليها او عفوا استعملت المصطلح زعما قبل ما نوصل ليه مهم هاديك لاغولاسيون كنمثلوها بهاد الطريقة دونك خمسة إلي افيك هاد أ كنديرو لها بهاد السهم وهكذا المهم هادوك لي غولاسيون حيت ماشي ما بين اونصومبل او أه اي اونصومبل اف ماشي بالضروره كاينه يعني شي غولاسيون وحده يقدروا يكونوا بليزيو غولاسيون المهم حنا كنهتموا بهذوك لي غولاسيون اللي كيسمحوا بلو باساج دان نونسومبل ا ان نوتر يعني بناء على واحد الشروط اللي حنا غادي نطرقوا ليهم هذوك لي غولاسيون غادي نسميهم دي زابليكاسيون مفهوم اذا هذا كان واحد التقديم مهم باش نعرفوا راسنا علاش كنهضروا بعدا في هالدرس هذا الدرس هذا ل... اذا الفقره الاولى غادي نطرقوا لي زابليكاسيون دان نونسومبل فيغ ان نوتر واحد واحد غادي نتعرفوا على شنو كنقصدوا بالابليكاسيون اذا غادي ناخذوا Définition. Mais soit E et F deux ensembles non en vides. On appelle application de E vers F toute relation F qui à tout élément x, ça fait, à tout élément x de E, associe un unique élément y de F. طب الحال بحكم انني ما تنكتبش يعني التعريف دابا بيدي بكلمه بكلمه ف داكشي علاش تنقرب شويه وخصنا نركزو عليهم كلمه بكلمه انا تسمحوا لي لانني بالنسبه لي ديفينيسيون اولا لي بروبوزيسيون صورتهم وحطيتهم هادشي غير باش نختصر في الكتابه ومنضيعش الوقت نبقى نكتب بيدي لكن هذا ما كيعنيش كي اننا غادي نقراوه يعني هكا قراءه ولكن غناقشوه كما ينبغي بطبيعه الحال إذن لا ديفينيسيون كتقول لينا اون ابيل ابليكاسيون دو او فيغ اف إذن شنو هي ابليكاسيون دو او فيغ اف هي توت غولاسيون اف اللي الدور ديالها هو ماذا هو انها يعني توت اليمون اكس دو او أه كتربطو مع ان اونيك اليمون اذا خصنا نركز مزيان على هاد اونيك خصنا نركز مزيان هنا على توت اليمون دونك هاد تو الا ربطناها مع لي كونتيفيكاتور فكنستعملو الكونتيفيكاتور يونيفرسيل دونك كيل كو سوا وهنا قالك اسوسي ان اونيك اليمون اي دو اف اذا هنا الا استعملنا الكونتيفيكاتور غادي يكون لو كونتيفيكاتور اكزيستونسييل وغتكون معاه ديك الرمز ديال اونيك اذا هنا كنستعملو هاد لو سامبول اي ليكزيستان يونيك وهادشي غادي نشيرو ليه في واحد لا غادي نكتبوها من بعد ان شاء الله مزيان اذا توت تيليمون اكس دو او غادي يكون مرتبط بان اونيك اليمون اي دو اف اذا الغولاسيون اللي كتحقق لنا هادشي هذا تنسميوها ابليكاسيون بكل بساطه هذاك الايكغ تنعبروا عليه بالطريقه التاليه تنقولوا هو اف ديال داك الاكس بمعنى اف تتربط لينا داك الاكس مع هاد ليليمو ايكغ وهاد ايكغ راه اونيك بالنسبه لهاد الاكس والطريقه باش كتربطهم كنعبروا عليها ان اف دو اكس ايغال ايكغ مزيان هاد لابليكاسيون اف طبيعة الحال كنعبروا عليها بالطريقه التاليه تنقولوا بان اف دو بوين اي ديفيني دو او فيغ اف بهاد الكتابه اكس اللي مكتوب تحت لونسومبل او اه معناتها ان اليمون دو او اه. يعني في هذه النوتاسيون اي اي اليمون مكتوب تحت شي اونسومبل معناه ان داك اليمون ابارتيان ا سي اونسومبل فهم اذا وهذا الرمز لاحظ معايا هنا تنديرو اكس وتنديرو هكذا تنقولو كي ا اكس اسوسي اف دو اكس بمعنى اخر احنا غادي نستعملو واحد الفوكابيلير من بعد غادي نكتبوه وغادي نشوفوا اش كان اش اف دو اكس بالنسبه لاكس المهم بلا ما نسبق الاحداث اذا دونك هذه الطريقه باش كنرمزوا لابليكاسيون غادي نرجع وناكد على انه لا راه واضحه مزيان ولكن خصنا حنا ننتبهوا لذاك الوضوح اللي فيها بمعنى باش ننتبهوا مزيان في الحقيقه غادي نعطيكم دي زيكزامبل على آه على دي رولاسيون اللي ما غيكونوش دي زابليكاسيون علاش حيت ما غيكونش محقق فيها داكشي اللي ذكرنا بالضبط في لاديفينيسيون مثلا شوف معايا اذا كتبت لك اف ديفيني دو ار فيغ ار غادي ناخذ اكس وغادي نربطوه بواحد ليليمون اللي غيتكتب على شكل ان سور اكس اسكو اف ات اون ابليكاسيون يعني هل اف تطبيق طبيعي الحال حسب لا خص هاد هاد لا اف خصها تربط لينا تو تيليمون اكس دو او يعني تو لي زيليمون دو ار خصها تربطهم مع ان اليمون اونيك دو ار لكن بالنسبه لي زيليمون دو ار اللي عندنا هنا كنلاحظوا ان كاين معاهم زيرو صفر وزيرو زيرو ما يمكنش نربطوه مع شي اليمون كيتكتب على هذا الشكل يعني واحد على زيرو ما غيمكنش لان واحد على زيرو نكزيست با اذا في هذه الحاله هذه اف سوني با زون ابليكاسيون صافي اذا هذه ليست تطبيق لان ما كتحققش لينا داك الشرط ديال تو تيليمون اكس دو او أه يكون مرتبط مع اليمون ايكغ واخا نعطيكم ان اوتر أه, اكزومبل هاد لو دوزيام اكزومبل واخا نعطيكم بهذا الشكل واخا دونك اف اي ديفيني دو ار فيغ ار كنعطي من ار لار آخ. شي حاجه تكون تما سهله وصافي دونك الا خدينا اليمون دو اكس اكس من ار غادي نربطوه بلي اليمون اللي غيكون على هذا الشكل غادي يكون هو اكس بلس ان سي x سوبيريور او ايغال ا زيرو وغادي يكون هو اكس موان موانزا سي x انفيريور او ايغال ا زيرو مزيان كنلاحظوا لا بروميير كونديسيون راه ديجا فيريفي محقق الشرط الاول محقق هو انه تو لي زيليمون من ار نقدروا نعطيهم ان ايماج لا دوزيام كونديسيون هو خص هاديك ليماج عفوا نستعمل داك ليماج المهم يربطوه بعنصر حنا مازال ما نستعملش داك الفوكابيلير المهم نربطوه بعنصر من هاد لونصوم اللي عندنا هنا لا دوزيام كونديسيون هو ان خص داك العنصر اللي ربطناه مع اكس يكون اونيك يعني بور تو تيكس من هاد ار كنلاحظوا مثلا بالنسبه للزيرو يعني بور اكس ايغال ا زيرو لاحظ معايا اكس سوبيريور زيرو اي سوبيريور ايغال ا زيرو اذا تقدر تربط زيرو بان ليمون كيتكتب على هذا الشكل لان داك الزيرو كيحقق لك هاد لا كونديسيون ليماج او لا اف دو زيرو غتساوي غتحسبها هنا غتجي كي زيرو بلس ان اللي هي أن. كذلك ليماج دو زيرو بحكم ان زيرو كيحقق لك هاد هاد لا كونديسيون عندك هنا زيرو اي تان فيغ ايغال ا زيرو اذا في عندك الحق ايضا تحسبها هنا غتجيك اف دو زيرو ايغال ا موان زان وهادشي يعني يعني مخالف داكشي اللي طرقنا ليه في في لا ديفينيسيون قلنا كي ا توت اليمون اكس دو او أه اسوسي ان يونيك اليمون ي دو اف خصو يكون يونيك بينما هذا ماشي يونيك عندنا دو زيليمون اذا اف سوني با زون ابليكاسيون فهم اذا بحال الامور لها البال مزيان وعلاش انا طولت فهاد الهضره هادي بزاف لان ملي غندخلو لشي فقرات من بعد في الدرس غنحتاجو هاد هاد المفاهيم تكون نتا مستوعبهم بالزربه صافي غير غير نشير لهم غتكون تضابطهم وعارف اش كنقولوا مزيان اذا لحد الان تعرفنا على شنو كنقصدو بون ابليكاسيون غادي ناخذ دي زيكزامبل طيب ليكزامبل نيميرو 1 أه. غادي نشوفو لا ريلاسيون كي à tout élément, élément a tout élément x y de l'ensemble n carré associé la somme de x plus y la relation est une application

لان ملي كنقول لك سيتي اون ابليكاسيون دو ان كاري فيغ ان راه منطقيه يعني هاد اكس من ان و من ان الصوم ديالو غتكون تكون ابارتي ان ولكن ملي كنقول لك فيغ اغ تقدر هنا يوقع لك واحد الاشكال غتقول لي مثلا هاد الاغ هادي اللي عندي هنا في هاد زيليمون اللي كاينين في ان دونك دوك لي زيليمون راه ديجا تيكونوا هما يعني بحال اضطريت نستعمل المصطلح غيكونوا ايماج ديال واحد الكوبل مثلاً خدينا دو دو تقدر تكون ايماج ديال زيرو دو مثلا او ديال ان ان شي حاجه بحال ولكن غتقول لي مثلا كاين مثلا خدينا راسين دو دو اللي كاينه في R راسين دو دو ما يمكنش نلقاوها هي الصوم ديال دو زونتي ناتوريل صافي ممكن جيك التساؤل في البال لكن لا ديفينيسيون لينا على هاد لونسومبل الثانيه يعني ف في لي كونديسيون باش نسميو هذيك لا باش نسميوها ابليكاسيون ما كتقولش لك جميع لي زاليمون ديال هذيك لونسومبل الثانيه ديال غران اف يكونوا على شكل ديزيمال انا ما ما, ما قلناهاش حنا ركزنا على تو تيليمون اكس دو او خصها تكون عنده واحد ليماج وهذيك ليماج خصها تكون اونيك صافي بكل بساطه صافي اذا رد معايا البال المساله هذه المساله هذه اذا غناخذ on va dire que la relation qui à tout élément X d'un ensemble E, d'un ensemble E, associe x لوي يعني العلاقة اللي كتربط لينا كل عنصر x من مجموعة او e مع x نفسه فهذه أيضا سابيل إن أبليكاسيون من e نحو e, e e, او نحو او دو او دون او أو لفير او واخا مزيان هادي كنسميوها بالعربية التطبيق المطابق دونك ابلي ابليكاسيون ايدونتيتي كنرمزو ليها بهاد الرمز هدا تنديرو ايدونتيتي دونك اي دي او هاد او e كنقصدو التطبيق المطابق في لونسومبل او e. كي ديفيني دو دي او أه فيغ او le lancer x, ça reprend x 9 se donc que l'identité dans e de x. Fondamentalement. Mais il y a une zidou, juste des exemples. Donc, numéro 3. Et donc e est un ensemble. Est un ensemble. Et a. de و 50 لا فونكسيون كتسمى هذه اللي غنتكلم عليها لا فونكسيون انديكاتريس دونك لا فونكسيون انديكاتريس ملي غتعرفوا عليها غتفهموا علاش هذا المصطلح ديال انديكاتريس كي انديك شي حاجه هوما حنا نشوفوا دو ا تدل يعني على شي حاجه نوطي بهذا الرمز هذا ان ا لاحظ ترمزوا يعني فونكسيون كنرمزوا لها بواحد ا فهمي ديفيني باغ دونك هاد لا فونكسيون انديكاتريس اللي هي معرفه بالشكل التالي كنديروا ان ا دو اكس ايغال وعندنا جوج ديال لي فالور بوسيبل اما كتساوي لنا واحد في الحاله الا كان اكس تاعنا لي مون دو ا او بيان ايكال زيرو سينو يعني اذا ما كانش اكس من ا بمعنى الدور ديال هاد لا فونكسيون انديكاتريس كتبين لينا داك الاكس واش هو اليمون دو ا ولا لا بهاد الطريقه هادي دونك هاد لا فونكسيون انديكاتريس سي تي اون ابليكاسيون دونك اي تي اون ابليكاسيون لاحظ معايا دو يعني منين منين كتنطلق هاد لابليكاسيون هادي كتنطلق ماشي من ا آه لاحظ ملي كنقولو ان آه ا دو اكس و كنبقا نقولو سي اكس ابارتي ا آه سينو الى اخره طب الحال راه مكنقصدوش بان هاد اكس خديناها من لونسومبل ا حيت كون خديناها من لونسومبل ا غنكونو ديجا عارفينو في ا آه و ليماج غتكون ديما هي واحد و انما غتكون من او أه دونك دو او أه فيغ لاحظ معايا هنا سوا غادي نقولو فيغ لونسومبل اللي فيها دو زيليمون زيرو ان او بيان نقول فيغ لانترفال زيرو ان هادي وهاد الكتابات بجوجهم تعطيوني دي زابليكاسيون اللي هما مختلفين بطبيعة الحال لاحظ معايا هنا هنا غادي نشير واحد المسألة في الحقيقة غادي نطرقو لها في الفقرة المقبلة ولكن غادي نشير لها من دابا ما حد كلمتها تاكدا قلنا لحد الان هاد لا فونكسيون انديكاتريس لي كنرمزو ليها ب ان ا بانها راه سي تي اون ابليكاسيون دو او فيغ لونسومبل لي فيها زيرو فيها ان لحد لهنا هادشي مزيان ثم هذيك هذيك عاوتاني لا فونكسيون انديكاتريس ان ا نقدر نقول عليها بان سي تي اون ابليكاسيون دو او فيغ لانترفال Fermi 0 1 حتى هادشي لي كتبت هنا صحيح ولكن النتيجه اللي غتكون عندنا هو انه هاد لا فونكسيون انديكاتريس اللي تكلمت عليها هنا وحددت ليها انها دو او فيغ هاد لونسومبل وهاد لا فونكسيون انديكاتريس كذلك اللي تكلمت عليها بطريقه اخرى هنايا هادي ماشي هي نفس هادي يعني ليست نفس لابليكاسيون بمعنى اخر كان خصني نبدل الرمز بحال مثلا هادي نسميوها اف والاخرى نسميوها جي اف اي جي ما غيكونش متساويين واخا هي راه تتعرف بنفس التعبير ولكن ملي كتحدد انت دو او فيغ شي حاجه الا كانوا هادوك مختلفين مع هادو دونك راه ماشي نفس لابليكاسيون وهذا الشيء اللي غنتعرفوا عليه في الفقره اللي غنتكلموا فيها على ايغاليتي دو دو زابليكاسيون صافي غير حيت شرت لهادي فكان ممكن كان زعما ضروري نوضح شويه كذلك ممكن تقول بان سيتي اون ابليكاسيون دو او فيغ مهم تقدر هنا هنا تحط اي اونصومبل بغيتي بشرط يكون فيها دوك لي زيليمون اللي هما كن اللي كنربطو معاهم دوك لي زيكس صافي بهاد لابليكاسيون يعني يكون فيهم زيرو اي ان اه. تقدر تقول فيغ اير ولا المهم بحال هكا مزيان دونك نتمنى هادشي تكون استوعبتوه لو كاتخيام اكزومبل غادي نتعرفو فيه على لا بارتي اونتيغ و... وهادشي علاش غادي نعطيكم واحد التيوريم وغادي نعطيكم ديفينيسيون عاد غنكملو ليكزومبل ديالنا طيب غادي نكتبو هنايا فرق من ربعه لا بارتي انتيير غيال طيب غادي نشوف معاكم تيوريم طيب الحال كاين فيكم تلاميذ اللي غيكونوا تعرفوا على لا بارتي في السنه الماضيه وكاين اللي غيتعرف عليها الان على حسب الاستاذ ديالكم فوق طَرَقْ لا طيب على كل حال ماشي مشكل غنعتبر ان انكم معرفتوهاش اولا نسيتوها وغادي نعطي تيوريم ونعطي ديفينيسيون ثم نكملوا الخدمه ديالنا وهاد لا فونكسيون راه تري امبورطون دابا ولا من بعد ان شاء الله غادي نحتاجوها اذا هاد التيوريم كتقول لينا اون نقبل ان اولا نقبل هاد لا بروبوزيسيون لا بروبوزيسيون سويفونت طيب, la proposition de la que quel que soit x appartient à R, il existe un unique élément k appartient à z, tel que x est supérieur ou égal à k et inférieur strictement à k plus 1. Ça fait Nous moyenne. لاكس دي نوم بغيل. فهم هنا عندك واحد اكس اللي هو ألمون من اغ هنا عندك جوج الحالات سوا هاد الاكس غادي يكون ان اونتي وفي هاد الحاله الا كان اكس اونتي رولاتيف فإكس اكس غادي يكون تيتكتب على شكل واحد العدد ك تساوي لنا واحد الكا اللي هو ابارتيان زد وفي هاد الحاله اكس ايغال ا ك اكس كيساوي ك كتعني بان اكس اي سوبيريور او ايغال كا ك اون الحال الا كان تساوي كا راه غيكون انفيريور ستريكت مو ك بلس 1 وهذا الك غيكون اونيك فهاد الحاله مزيان الحاله الثانيه اذا ما كانش اكس يعني اونتي غولاتيف ففي الحاله فضروري على اليسار ديالو غتلقى شي اونتي غولاتيف بحال هكا مثلا هنا غتلقى اونتي غولاتيف اللي غتسميه كا وهاد الكا الا زدتي عليه واحد غادي يفوت لك الاكس غتلقى مثلا هنا ك بلس 1 هذه اللي قبلناها لان راه ديمونستراسيون فيها شي حاجه فيها تعقيدات لكن الان نقبلوها ونكملوا الامور ديالنا طيب اذا في هذه الحاله هذه كتعطيك بان اكس سوبيريور ستريكتو مو ك انفيريور ستريكتو مو ك بلس الا جمعنا الحالتين معا فبصفه عامه صافي اون جينيرال il existe un unique cas

الاعداد الصحيحه النسبيه لي زونتيغولاتييف اللي هما صغر من اكس كاين بزاف كاين كا وكاين اللي وا قبل منه كا موان ان كا موان كاين بزاف الاعداد هاد بزاف الاعداد اللي هما دي زونتيغولاتييف اللي هما صغر من اكس الكبير فيهم هو داك الكا تيحقق لينا هاد لي وبحكم ان هاد الكا هو الكبير فيهم الا افترضنا ان كا بلس ان آه مافيتش لينا الاكس كاين فشي بلاصه هنا مثلا كا بلس آه آه ان اذا اذا في هاد الحاله غيكون كا بلس ان ان صغر من اكس أكبر من داك الكا وحنا افترضنا ان الكا هو الكبير فيهم اذا غيكون تناقض وبالتالي فكا بلس 1 كاين في الجهه الاخرى المهم ما عليناش دابا هادشي ما غنطولش فيه بزاف هادي التيوريم دابا لا ديفينيسيون ديفينيسيون غتكلم لينا على داك العدد كا شنو غادي نسميوه اذا ديفينيسيون دونك غادي نقولو بان لونتي ريلاتيف كا كي فيريفي La proposition, la proposition précédente s'appelle La partie La partie entière du réel X. On le note donc ça, Ramzouli va Il va être ou la E2X. Vas-y, regarde, des exemples. il a la partie entière de 2 un entier relatif.

فهي سوبيريور او ايغال 1 وهنا انفيريور ستريكت مو 2 اذا لا بارتي اونتيير دو راسين دو 2 ايغال ا 1 فهم وهكذا انا ما بغيتش نطول في الحقيقه بزاف لان غير جو بعض الامثله غنطرقوا اليوم فيمكن لك من هذا الشيء تستوعب وتاخذ فكره على البارتي اونتيير وترد البال فكر في الحاله ديال لي نومبر نيجاتيف لا بارتي لا بارتي اونتيير مثلا ديال مو راسين دو 2 هذه من جهه ومن جهه اخرى خصك ترد البال في لي نيغاليتي راه عندك هنا او ايغال وهنا عندك ستريكتومون اذا خصك ترد البال طيب على كل حال ما نطولوش بزاف اكثر من هذا الشيء ف كتتم على ليكزومبل اللي حنا كنطرقوا ليه فغادي نقولوا بان دونك فهاد ليكزومبل رقم 4 غادي نقولوا لا غولاسيون كي ا تو تيليمون كي ا تو اكس كاع

لابليكاسيون partie entière مزيان دابا غادي نشوفوا واحد الملاحظه غومارك فهاد لاغومارك غادي نعبروا على هذيك لا ديفينيسيون باستعمال واحد ليكيفالونس لي غيوضح لينا الامور F est une application de l'ensemble E vers l'ensemble F. C'est équivalent à dire que, quel que soit X dans E, HLS fait la division, parce qu'elle a les quantificateurs. Il tout élément de X, X de E. كنربطو مع أن أونيك إليمون دونك إلي إكزيزت أن أونيك إليمون إيكغيك دون إف تالكو هداك إيكغيك غيتكتب على شكل إف دو إكس مزيان دابا غادي نشوفو لا دوزيام ديفينيسيون لي غادي يكون فيها واحد لفوكابيليار لي مهم في هاد الدرس هذا إذا غادي ناخدو هاد ديفينيسيون طيب soit F une application d'un ensemble E vers un ensemble F l'ensemble E est appelé ensemble de départ de l'application F et donc E est appelé ensemble de départ ou la mèche d'arrivée l'ensemble F est appelé l'ensemble d'arrivée et donc la mèche d'arrivée ça dire de l'application F et ceci signifie que la flèche est est utilisée c'est ce عندي a l'ensemble E

L'unique élément y de f tel que y est égal à f de x est appelé image de x par f. Ça veut dire que c'est Donc, y, est f de x, l'écriture. Donc, y l'image de x, donc là, f de l'image de x par l'application f. Donc, pour tout y appartient à f, tout élément x de e tel que y est égal à f de x. وقال لك هنا il بو ne pas exister او نيكزيستي ان اون نيكزيستي بليس دا تنتكلمو هنا على ماذا على اكس يعني الا خدينا اي ايغريك من لونسومبل اف بالنسبه لذاك الايغريك كاع لي زيليمون من او كاع لي زيليمون اكس من او أه اللي كيحقو لينا هاد لا غولاسيون ايغريك اف دو اكس مع التنبيه على ان داك الاليمون اكس ماشي بالضروره غيكون اكزيستون غيكون موجود قدر ما يتوجدش بمعنى اخر بمعنى اخر هذاك لونسومبل داريفي مجموعه الوصول اف يقدروا يكونوا فيها دي زيليمون اللي حنا تنتكلموا على واحد منهم نسميوه مثلا ايغريك يقدر يكون هذا الايغريك هذا يعني ما ايماج ديال حتى شي من او أه. بمعنى فاش غادي نشدو لي ده دو او غادي كل و... كل شاك اليمون غادي نربطوه مع ليماج ديالو دونك هذا مع هذا هذا مع هذا المهم حنا غنشوفوا بعض الملاحظات من بعد يقدر يبقى هذا ليمون يعني ايماج ما ديال حتى شي ليس ايماج بعد اصلا ليس صوره فهم اذا هادشي علاش هادو المعنى ديال الامر اللي مكتوب هنا اذا بور تو تي غراغ اف تو تيليمون اكس دو او تل كو واي اي اف دي اكس هادي في حاله الا كان اكس موجود وفي حاله الا كان موجود راه يقدر يتوجد واحد ويقدر يتوجد اكثر من واحد لا كونديسيون اللي ركزنا عليها حنا هو ان ان سول اليمون دو او مخصوش يكون عنده بليزيوغ ايماج خص يكون عنده بالضبط ان سول ايماج ان يونيك اليمون ايكغيك فهم بالنسبة لاكس اكس يكون عنده يونيك ايماج اما ديك ليماج اللي هنا راه تقدر تكون ايماج ديال دو زيليمون نقدر نوضح ندير شكل اخر في الحقيقة دونك الا خدينا دابا لونسومبل او بطريقة اخرى تكون واضحة اكثر ثم لونسومبل اف يقدر يكون هاد ليليمون ليماج ديالو هو هاد ليليمون هذا هاد ليليمون ليماج ديالو هو هذا هاد ليليمون ليماج ديالو هو هذا الا حبسنا حد لهنا صافي سالينا اذا هادي سوني با ان ابليكاسيون علاش لانه باقي عندنا واحد ليليمون من او ايه ما عندوش ايماج ضروري خصو هو تكون عنده ايماج مزيان انت هو غادي نشوف هذيك لا غولاسيون اش من ايماج غتعطي غنلقاو مثلا هذا اش كنلاحظوا دابا كنلاحظوا بان تو لي زليمون دو او ايه يعني شاك اليمون عنده ان يونيك ايماج او عنده ان ايماج اونيك عنده صوره وحيده بحال دابا هذا عنده صوره وحده فقط ما خرجش منه دو يعني دو فلاش ما خرجش منه جوج الاسهم باش تلقى عنده دو زيماج ولا شيء ما كايناش هذه القضيه اذا هذه سي اون ابليكاسيون رغم انه كاين دي زيليمون من لونسومبل داغيفي لي نوسون با يعني ايماج ديال شي اليمون من او أه. وهذا ما كيعنيش ان يعني ما خرقش لنا مشكل هذا هو المهم الخلاصه ديال الكلام اذا قال لك المهم هاد الايكغ ايتابلي ان نونتي سي او عفوا هاد الاكس تو تيليمون اكس كيحقنا هادشي ايتابلي ان نونتي سي دو ايكغ بار لابليكاسيون اف اذا الحق خصنا نسميوهم غادي نسمي هذا مثلا اكس ايكغ زد تي ا بي سي دي او طبيعة الحال غادي نقول دابا بان ا اي ايماج 2x par l'application f كذلك داك الان نفسه نقدروا نقولوا عليه ايضا اي ايماج حيت ماشي غير ديال اكس بوحدو ايضا ديال ماذا ديال زد دو زد بار لابليكاسيون اف نتكلمو دابا على اكس اكس

9 chez Radingoul de Z. Z est un antécédent de A par l'application A. L'application A fois F. Voilà. Bon. Bene, C. C Radingoul C n'est image d'aucun élément de E. Yani, c. ليس صورة لأي عنصر من المجموعة E أه. بعبارة أخرى نقدر نقول بأن C نابا دونتيسيدون دونتيسيدون دون ليس له سوابق بار لابليكاسيون اف طيب إذا تيبقى هذا فوكابيلير غير هو تنضيف عليه بعض التوضيحات باش كل حاجه تحطوها في بلاصتها ثم اخيرا كنقولو بانه او ابيل غراف دو لابليكاسيون اف لونسومبل دي كوبل لاحظ دي كوبل كيكون على شكل هنا اكس وهنا ليماج دو اكس بار لابليكاسيون اف لوغسكو اكس ديكري او يعني عندما يتغير هذا اكس في لونسومبل او بمعنى اللي كرمزوا له يعني هذا لونسومبل او هذا الغراف دو لابليكاسيون اف كرمزوا ليه بالجي دو اف واللي كنعبروا عليه بهذه الكتابه هذه إذا لو غراف دو لابليكاسيون إف سي لونسومبل دي كوبل كيتكتبو على شكل إكس إيكغيك أبارتيان أو كروا إف بحيث إيكغيك تيكون هو ليماج دو إكس باغ لابليكاسيون إف بقات واحد الإشارة بسيطة غادي نضيفها هنا واحد الملاحظة وغادي نشوفو بعض الأمثلة لي الأمثلة دوزنا نرجعو ليهم الملاحظة لي بغيت نضيف هو أنه هاد ليليمون لي هو إكس لاحظ إكس أبارتيان لونسومبل أو هاد لونسومبل او تقدر تكون براسها فيها دي كوبل بمعنى اذا خدينا مثلا داك لابليكاسيون لي شفنا اف كي ديفيني دو ان كاري فيغ ان الا خدينا واحد الكوبل اكس اي ليماج ديالو مثلا كتكون هي اكس بلس اي هادي اف دي اكس فإلا دو اكس اي فا الا بغينا نعبرو على لو غراف دو لابليكاسيون اف

وهنا شنو غتكون غتكون ليماج ديال هاد الكوبل هذا اللي هي اكس بلس واي صافي طبيعي الحال راه العلاقه محققه حيت ما انا هنا المهم بحيث راه راه المهم اكس بلس واي راه عندك هي ماذا هي اف دو اكس واي صافي دي ملاحظه بسيطه يعني ماشي تشوف كوب اللي صحاب لك هنا غيكون دي غير غيال مثلا بحال الاحداثيات يعني واحد خمسة الى اخره وانما تقدر تكون دي زيرو بهذا الشكل الى اخره تقدر يكونو دي بوين بحال اللي شفنا دي زابليكاسيون اللي كيربطو لينا يعني مثلا دي بوين مع دي نونبر كان ممكن قبلنا نعطيكم واحد ليكزومبل غير باش نطول كان ممكن ناخذ واحد واحد غولاسيون اللي كتربط لينا شاك بوين ام دي بلون ياك او لا المهم كي اشاك بوين ام دي بلون اسوسي لا ديستانس او ام بحيث او غتكون هي لوريجين دو بلون بي لاحظ معايا شوف معايا هاد لا غولاسيون هادي هادي غنطلع بالحال غتكون سي اون ابليكاسيون رمزو لها كي لونسومبل دو دي ديبار غتكون هي بي اي لونسومبل داريفي المهم غيكون فيها دي نومبر بوزيتيف دي نومبر غير بوزيتيف نقدر ندير انا ار بشكل عام ماشي مشكل لاحظ معايا كناخذو ان بوين ام ليماج كتكون على شكل ان نومبر غيال دونك تتكون هي دي انتر لي بوين او ام او بعبارة اخرى هي لا ديستونس او ام المهم هادي قلنا سي اون ابليكاسيون الا بغينا نعبرو على لو غراف دو لابليكاسيون اف لاحظ معايا سي لونسومبل دي هنا بلاتي خصني نحيد هاد لي درت هنا خصك تاخد اليمون من لونسومبل دو دي ديبار و تاخد اليمون من لونسومبل داريفي بحيث هذا اللي هنا يكون هو ليماج ديال هذا اذا هنا غادي ناخذ بوين غتكون ام وهنا غادي تكون على شكل ديستونس غتكون او ام ولا تقدر تكتب على شكل اكس بحيث اكس ايغالا اولا دي بحيث دي ايغالا لا ديستونس او ام مثلا تعبر على هذه بدي صافي اذا خصك ترد البال على ان ما تمشيش متوهم بان راه بحال داكشي اللي كتعرف بالنسبه لدوك لي كوبل وانما حاول تطبق هادشي اللي شفتي في في لا ديفينيسيون اذا مزيان نرجعو لدوك لي زيكزامبل اللي خدينا قبيله ناقشوا فيهم واحد شويه كنا خدينا هاد لابليكاسيون اف كي ديفيني دو ان كاري فيغ ان كنا كناخدو كوبل اكس ايكغيك ليماج ديالو بهاد لابليكاسيون كتكون هي اكس بلس ايكغيك لاحظ معايا اذا حسبنا اف

أولاً، إماج 1، دو 2 هي إثّت 3. ولكن شكون هما ليزّلّزّون لزين... تّسّيّدّن ديال 3. وش كن غيرد هاد 1، 2. كلاّ حدّو إنّه ليزّون تّسّيّدّن كين 1، 2 هادّ الّلمو هادّ، إتنّ تّسّيّدّن 2، 3. يعني. العنصر اللي كنحسب الصوره ديالو كيعطيني 3 كيتسمى اونتيسيدون دو 3 كذلك كاين حتى 2 ا اي تا نونتيسيدون دو 3 كاين كذلك ما كاينش غير هادو كاين 0 3 حتى هو اي تا نونتيسيدون دو 3 كاين كذلك 3 0 إيه تا نونتيسيدون دو 3 فهم اذا تقدر تلقى عنده بليزيو اونتيسيدون ولكن في ليماج مثلا ديال هذا غتلقى عنده واحد ليماج اونيك ما يمكنش تلقى عنده بليزيو ايماج طيب على كل حال هذا كان اكزومبل المهم نكون رجعنا كذلك الاكزومبل اللي شفنا فيه هذيك لا فونكسيون انديكاتريس حتى هي غادي نشوفوا بانه يعني اذا خدينا الا قلنا سوا اكس ابارتي ا آه. دونك تنقولوا بان ان آه ايت ان ايماج او ان اي آه ليماج دو اكس صافي ملي كنتكلم كنت على ليماج كندير ديك ال دونك حيت ليماج راه اونيك اذا كنقول بان ان آه اي ليماج دو اكس و الى قلنا عاوتاني نحدد يعني شي عند دي زونتيسيدون دو ان غادي نقول بان كل كو سوا اكس ابارتي ان ا اكس ايت ان انتيسيدون دو ان وحنا غنتكلموا من بعد على على دي زونسومبل غادي نتكلموا على ايماج د ان وغادي نشوفوا التفاصيل بطريقه اخرى ان شاء الله طيب قولينا جوج ديال الملاحظات غادي نكتبوهم كنحاولوا نستعملوا لون اخر دونك رومارك La première remarque, on va dire que le mot est un peu Donc, quand vous avez une application, une application est une fonction. Donc, on va dire que le mot est un peu plus tard. Donc, on va dire que l'application est une fonction. Donc, une application est une fonction qui est dans le domaine de définition. Hêti n'écrits qu'allez à la fonction si c'est fonction n'écrits qu'elle à la fonction t'avais hier qu'écrits qu'elle à la domaine de définition donc est une fonction dont le domaine de définition et son ensemble de départ est égal à son ensemble. Ensemble de départ. F est une application définie de E vers F. Elle une application. Quand elle fonction, -tu dit que la fonction, dire que la ne peux pas vous que le ne peux pas dire que que c'est son ensemble de départ, colbasata. Et Donc, toute application, c'est une fonction à cette condition. Débats ensuite le mot là, fonction numérique. Donc, il y a toute application à cette une fonction. Réalise-t-elle l'ensemble de départ, rédite-bidèle, domaine de définition. Lesquelles est-ce que le mot est d'abord là on peut dire que toute fonction numérique, tout Function numérique. fonction numérique, farbin fonction numérique ou fonction schéleam, fonction schéleam c'est une relation qui fait un ensemble vers un autre ensemble ou avec une fonction numérique qui coupe l'ensemble de départ ou le domaine de définition de qui une partie de R, R, ça fait donc, toute fonction numérique est une application est une, est une application... Ça fait... Ça fait... application Ça fait... ...L'ensemble de départ. ...est une application de... Donc, là, on a l'intelac... de domaine... ...de définition... فيغ لونسومبل ار صافي اذا كنتمنى ان هذه الملاحظات يكونوا واضحين بشكل كافي